مرحبا بكم اخواتي في مطبخ ام سامي. اليوم راح نحضروا مع بعضنا لبابا. كما نعرفوا لبابا هذه هي حلوى اجنبيه والاصل تاعها يعني فرنسي. دوك نبداو بالمكونات، وهذا الحلوى هذه تحب الدقه، يعني هنايا لازم لنا الميزان، نستعملوا الميزان كما هذا. انا عندي ميزان هذا الصغير، هذا شريته ب 1500 دينار، يعني ماشي غالي بزاف، ومن الاحسن كل سيده يكون عندها يعني ميزان في المطبخ تاعها تستعمل به. دوكا راح نبداو بالمكونات. هنا عندنا 160 غرام ماء فرينه، وعندنا زوج بيضات، عندنا 65 غرام زبده بحراره المطبخ، عندنا ملعقه كبيره خميره، ملعقه كبيره سكر، عندنا هنا 5 ملاعق تاع الماء يكون دافي، وعندنا هنا لافاني. وهذا الليمون هذا خاص بالبابا، انا درت له الزبده ودرت له الفرينه وخليتهم. باه نبداو بالسيرو تاعنا اللي نطيبوه، نحطو كاس تاع الليمون، نزيدو 250 غرام سكر، نحطو فوق النار ونقصولو، نخليو حتى يوصل للغليان. كي يوصل للغليان نحسبو 10 نزيدو له 10 دقايق ونطفيو. ها نحطو الخميرة تاعنا والسكر، نزيدو لهم الماء، نحركو هنا باش نخليو الخميرة تاعنا تتفاعل. فوالا نحركو مليح حتى نذوب الحبيبات هاذوك تاع الخميرة. فوالا نحطو الخميرة تاعنا هنا، دوكا نوجدو العجينة، نحط الفرينة، نزيدلها فرصة تاع الملح، نزيدو الزبدة تاعنا. نزيدو الفاني، هنا لازم نستعمل يديا، هنا ندخل الزبده في الفرينه مليح، هنا كي شغل راح نبسسوها. فوالا نخلطو مليح، حتى تدخل الزبده مليح في الفرينه. كما راكم تشوفوا انا دوكا نزيد لها زوج عظام ونخلطو مليح. هنا كما راكم تشوفوا دوكا نزيدو لها الخميرة اللي خليناها تتفاعل، نبداو نخدمو فيها. فوالا كيما راكم تشوفو نعجنوها مليح، لازم نخلطوها باليدين هكا. كما راكم تشوفوا لازم نخبطوها مليح. فوالا باليدين مليح. فوالا وهذه الحلوه هذه لذيذه جدا، هي يعني الحلوه المفضله لي انا، نحبها بزاف بزاف. فوالا
العجينه تاعنا راهي واجده. هاي ديك العجينه تاعنا هكا نحن نحتاجوها هكا تكون مقطاطيه برا كما راكم تشوفوا. دوك انا نعمر هذا الليمون تاعي، يعني ما نعمرهمش للفم، غير جست النص برك. فوالا كيما هكا باسكو من بعد راح تطلع تتنفخ. غير جست شويه برك كيما راكم تشوفوا. فوالا نص برك حوالي 4 ساعة من طيبها ومن بعد نتلاقاو ان شاء الله. فوالا كيما راكم تشوفوا لي بابا تاعي هاكي فاجي مازال سخونين، انا نحطهم في الشربات. فوالا نخليهم يتشربوا مليح. فوالا نحطهم هكا كيما راكم تشوفوا ونضغط شوية به فرشيطة هكا خليهم يشربوا مليح. فوالا انا نحطهم يشربوا حوالي 5 دقائق الى 10 دقائق. انا نحب لي بابا تاعي يكونوا شويه يعني البلولين شويه، ما نحبهمش شايحين. فوالا نحبهم يشربوا مليح. انا نكمل لي بابا تاعي هنايا نغطسهم هنايا في السيرو ومن بعد ان شاء الله نحضر لكم يعني لي بابا تاعنا في صحن التقديم. فوالا هم لي بابا تاعنا واجدين. انا درت لهم كرانشونتي من فوق وزينتهم بالفراوله. ما عليا غير نقول لكم بقاو على خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.